لا شك أن كثيراً منكم لم يرى منذ وقت طويل هذه البطاقات الملونة التي شكلت لأجيال متعاقبة مصدر غبطة وامتنان. بطاقات التهنئة قطعة من الورق الملون تحمل رسائل للتهنئة أو للذكرى، أصبحت مع التطور التكنولوجي في خبر كان. كارت بوستال ناقصين بزاف، بصح كاينين الناس اللي يحبوا لي كارت بوستال، لي كوليكسيونور، كاين لي زيترونجي اللي يجيو يحوسوا على لي كارت القدم تاع الجزائر، كاين كل نوع. وانا عندي ستوك قديم راني اللي ليكيدي فيه. البطاقات الورقية الملموسة تحولت إلى بطاقات تهنئة إلكترونية عبر الهواتف الذكية والمواقع الاجتماعية بخطوات سهلة وبسيطة. كارت بوستال مخصوص بزاف نسيناهم داير كاع، بوتيت كنت نسيناهم، نقول لك انا لاجينيراسيون تاعنا كنا نخدموا بهم بزاف. الرسائل الورقية تكون أكثر تعبيرا من الرسائل الإلكترونية، هكذا عبر بعض المواطنين. بكري كانت حاجه شابه باسكو تكتبي بالخطا ديالك، دوزيام دي شوز تعبري بسوا ديزون بلا بلا فاسون تاعك، اون بلوس دو سا سي تون كيما يقولوا سي تون شوز لي اون بو دير سي ساكري. كون تجيب لي سونتيمون فاهم تما يعيا ويدير حوايج بحال تجي من القلب راك فاهم، بصح دوكا يكوبي كولي ويرسلها لك. قد تسهل التكنولوجيات الحديثه سبل التواصل بيننا، لكن يبقى للبطاقات الورقيه سحرها الخاص. وكل عام وأنتم والشروق نيوز بألف خير.